نذهب الآن إلى يعني هذه أظن بأنها تمام جيدة جيدة جدا. نقوم الآن بالرجوع إلى الدائرة المتلاشية، لا نريدها أن تظهر بالحواف هكذا. نقوم باختيار مرة أخرى الديب جلو، انظروا يعني نقوم بزيادة التأثير. جيد جيد جدا، تقومون بزيادة اكسبوجر والريديوس ايضا. اختار مولتبلاي، لا ساوي سكرين، لا سكرين لا. انا افضل شيء هو الاوفرلاي، يعني يفي بالغرض، ربما يفي بالغرض. الانفجار صار ضخم، يعني سوف نستعمل سكيل سكيل هكذا سكيل. ثم نضغط على F9 as is، يعني والانفجار سوف نضيف له ايضا ديب جلو. انظر تقريبا نفس النتيجة. نقوم بزيادة راديوس واكسبوجر شدة التوهج. جيد جدا، سوف نشاهد نسخة ميدان. كرة هائلة، يعني اختفت قبل أن يظهر الدخان. يعني نحن يعني تي باسيتي، سوف نعمل تلاشي هنا من هنا مثلا، لا مشكلة في ظهور بعد الدخان. نقوم بزيادة اكسبوجر قليلا راديوس، يعني نريده في الأول أن يكون حادا، يعني راديوس واكسبوجر. نقوم بتفعيل هذه، نضغط على يو لكي يظهر. نذهب مثلا إلى هنا، نقوم بتقليل هذه الأشياء، راديوس اكسبوجر أيضا ربما. جيد، الآن يعني الدائرة تمام، الانفجار أيضا تمام، الدائرة الأخيرة. يعني مشكلة إذا كان جهازك بطيء يعني لا يمكنك معاينة المجهد. بالضبط، كرة هائلة من الضوء لكن قليلا، يعني ليس ببطيء إلى تلك الدرجة. هناك بطء الدائرة، الدائرة نضع عليه. نريد هذه الأشياء نضعها في الأول هنا. الأمر بالضبط، كرة هائلة من الضوء. كرة هائلة من الضوء يتزايد، يعني يجب من الدائرة أن تكون سريع. يبدأ التلوين، وأيضا هناك كما ترون هنا، انظروا هناك بعض الألوان هنا، يعني هناك طبقة وهناك حواف على بعض. الأمر بالضبط، حواف سوف نضيفها. سوف تضغطون على كده نيو، تضغطون على adjustment layer، يعني طبقة مفرغة، ثم ستضيفون يعني
تذهبون إلى Effects & Presets سوف تضيفون هذا التأثير. قط كيو أيضا هذا التأثير ليس مدمجا على After Effects. تقومون بزيادة إذا قمنا بتغيير على Position. انظروا لكن نحن نكتب 5 ربما 5 جيد. انظروا التأثير الآن على نفس الطبقة نضيف أيضا تأثير CC Vignette. هذا موجود على After Effects مدمج يعطيك يعني حواف لكي يكون التركيز فقط على الوسط. مثلا تكتبون هذا تضغطون على هذا ثم تضغطون على الدائرة كي نعمل ماسك ثم تضغطون inverted x ثم تقومون بشكل شوية كده لكي لا يطبق لنا التأثير على الدائرة ونواحيها يعني في جوانب الدائرة كده. جيد نقوم بالذهاب إلى ماسك ثم ماسك فيدر ثم نقوم بزيادة قيمة ماسك فيدر هنا كي لا يكون هناك يعني كي يكون هناك تلاشي يعني تدريجي كذا. مثلا ترجمة وتسين جيد إنه الفيديو الخاص بنا هنا تقريبا هنا يعني يوجد الأخضر الحواف هنا لدينا الضوء الأحمر يعني الآن التأثير الذي أضفناه تم إضافته إلى هنا يعني إلى الجوانب. أما في الوسط يعني هذا التأثير لا يوجد في الوسط بنسبة عالية إنما هي نسبة قليلة فقط. يجب علينا إضافة طبقة أخرى للون. اللون هنا لون أخضر تقريبا. نقوم بإضافة نيو Adjustment Layer مرة أخرى يعني طبقة مفرغة. نذهب إلى Effect and Preset نكتب تنت هكذا. سوف نختار جيد لكن المشكلة الآن هو أن في الوسط يعني لن يظهر لنا اللون الأصفر. وسنفعل مرة أخرى نفس الطريقة ولكي نوفر الوقت نذهب إلى ماسك كنترول سي نذهب إلى هنا كنترول في كما ترون بكل بساطة. الآن نذهب إلى ماسك فيدر مرة أخرى نقوم بتكبيره لكي يظهر لنا الشعاع باللون البرتقالي. علينا بزيادة الفيدر مرة أخرى ليكون هناك تدرج في ظهور اللون الأخضر. الآن صار جميل اللون الأخضر نحس بأنه عالي. نذهب إلى Opacity ثمانية وسبعون في بالغرض. جميل جدا. انظروا هنا إلى الأرضية إنها تظهر يعني يظهر نور شديد. هذه المناطق بعد قليل ستصبح مظلمة عندما يختفي هذا الانفجار. اختفى الضوء الذي ضارنا. ولكي نفعل نفس الشيء نضيف Adjustment Layer
ثم نضيف ديب جلو، ثم سنحتاج ديب جلو فقط في، سنضع ديب جلو في الأسفل، لا سنضع في الأسفل هنا، سنضع هذه الطبقة هنا في الأعلى التي فيها كويك وفيجنت، نضعه في الأعلى ونضع تنت هنا، نضع الطبقة الأخرى التي فيها ديب جلو هنا. جيد، نقوم بس سنحتاج إلى النور هنا، نضع نفعل هذه وهذه، نضغط على يو ثم نذهب إلى الأول. في الأول لن نحتاج إلى هذا النور الشديد، نكتب صفر هنا، نكتب صفر هنا أيضا، وهنا نضغط على F9، يزداد النور شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى هذه الدرجة عند بلوغ الانفجار، هذه الدرجة أيضا، ثم يبدأ نختار هذه كنترول سي كنترول في، نضع في الأعلى، نرى هل ستكون النتيجة جيدة. جيد، نتيجة جيدة. على كنترول شيفت دي نقوم بحذف هذه الطبقة هنا. جيد، الآن تبقت لنا الخطوة النهائية، نضيف الآن، نضيف الكاميرا، نيو كاميرا. جيد، نقوم بتحويل هذه الطبقات جميعها إلى ثلاثية الأبعاد، نقوم بالذهاب إلى هنا، نبحث عن السحب كما قلت لكم، يعني هذه الأشياء سوف تجدونها في وصف الفيديو، تقومون بتحميلها، وربما سأضيف أيضا الإفكتات ديب جلو وكويك. وعليكم البحث فقط عن طريقة يعني وضعها في الافتر افكت. نذهب هنا الى تو فيو توب، بالضغط على اليمين الفأرة سويتش 3D فيو، ثم نضغط على ليفت، نضع هذا في الامام، نضعه هنا. جيد، سوف نقوم برجعه الى هنا، سوف نزيل يعني هائلة من الضوء يتزايد حجمها بسرعة هائلة. مثلا نقوم بزيادة الفيديو، ثم نقوم بتعديل هذه السحابة هنا قبل ارجاعها الى الاعلى، نضغط على كنترول دي لنسخها، ثم نضغط على يمين الفأرة، نختار ترانسفورم، ثم نغير يعني نغير الاتجاه لكي لا يكون هناك كمحور تماثل بين السحابتين، يعني يغير لنا الاتجاه. فعند العكس انظر كأنه محور تماثل، يعني سنضغط هنا ترانسفورم، نغير هذه. جيد، لكي يكون هناك يعني عشوائية في السحاب تقريبا، نختار هذه، نقوم بسحبها إلى هنا. جيد، ثم الآن سوف نختار شيفت، نختار السحابة الأولى، السحابة الثانية، نقوم بإرجاعهما إلى الخلف يعني إلى الأعلى،
إلى الأعلى كذا. الكاميرا الآن سوف نضع الكاميرا في الأعلى. الكاميرا سوف تقوم بالتحرك يعني لكي تصل إلى السحاب في الأول يعني في الانفجار، في بداية الانفجار. سوف نفعل بوزيشن وهذه أيضا، ثم هنا هي نهاية الفيديو. ربما هنا نقوم بسحبها، بسحب الكاميرا، نختار الكاميرا، نقوم بسحبها على المحور الزيت هكذا. هذه الأشياء الأخرى سوف نقوم بتكبيرها. السحاب يجب عليه أن يتحرك. position في الأول يكون هكذا، قم بسحب هذه إلى هنا مثلا، ثم نحركه إلى اليمين كأنه يتحرك، ونؤخر هذه يعني الكاميرا سوف تقف هنا، ونحن نريد حركة السحاب أن تتواصل، أن توصل يعني أن يوصل السحاب تحركه. وضعت أنا الكيفريم، نقوم بتحريكها هكذا. جيد. قبل ذلك نختار هذه، نضغط على F9 F9، نقوم بتكبير يعني هذه الأشياء جميعا. نضع الطبقات حتى الأخير. الآن سوف نقوم بتكبير الخلفية والدائرة وأيضا الانفجار. نضغط على Scale، قم بتكبيرهما، بتكبير العناصر كلها هكذا. جيد. طبقات الآن، الطبقات الأخرى يجب تكبيرها. هكذا جيد. 174. لكن الآن يجب أن نضع السحاب في الأسفل. لكي يكون أيضا هو بنفس اللون المشد، باللون الأخضر الفاتح هكذا. جيد. يبدأ المرور بالضوء، كرة هائلة من الضوء يتزايد حجمها بسرعة هائلة حتى إنها ستضربك. جيد، المشهد عجبني جدا، لكن حبذا لو استعملتم يعني الصورة تكون بعيدة يعني كالتي استعملوها هنا. انظروا إلى المنازل تبدو صغيرة. يعني جزاكم الله خيرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.